في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا وإذا يشعرون لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أياما معدودة أياما معدودات أيام معلومات. هات لي بقى كل الآيات دي في البقرة يا شيخ مصطفى الله يكرمك. هنا وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معلومات. طيب وفي آل عمران وقالوا لن تمسنا النار أياما معدودة أياما معدودات أيام معلومات أو أشهر معلومات أشهر معلومات اللي يطلع من زمان هذه شو هو اللي يقول لي كلام مش أنا يعني زي ما تكتب ده القرآن إيه طول وعرض يا مصطفى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى فين بقى وبذي القربى دي ما أنت نطيت على فين دي بقى اللي فيها بقى دي في سورة إيه يا محترم؟ هنا ما فيهاش بقى وبذي القربى وبذي القربى طبعا أنت غلط لازم تقول لي في سورة إيه وبذي القربى دي سورة إيه يا محترم؟ لا يا محترم لا يا محترم لا يا محترم ها وبذي القربى دي فين؟ فين يا مولانا؟ النساء طيب ها ارجع لي بقى تاني وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا فيها ابن السبيل هنا ولا ما فيهاش؟ والمساكين وابن السبيل ولا مساكين ومن غير ابن السبيل؟ في لا مفيش مصطفى لا مفيش مصطفى مفيش يا مصطفى اسالك فين بقى جت فين بقى والمساكين وابن السبيل في سوره البقره؟ الله مش بتمتحن يا بابا؟ هنا مساكين وقولوا للناس حسنا ما فيهاش ابن السبيل، جت فين بقى المساكين وابن السبيل في سوره البقره؟ انا ممكن ادخل مصلاه في سوره البقره؟ حلو في سوره البقره، جت فين بقى ابن السبيل في سوره البقره؟ هنا مساكين وما فيهاش ابن السبيل. وما الله بغافل عما تعملون How many times in سورة البقرة يا شيخ مصطفى And how many times in سورة آل عمران But you don't have to answer آل عمران We are focusing on البقرة ها Give me all the آيات How many and give me all the آيات In order please وما الله بغافل عما تعملون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم لا أولى به أوصكم في سنة قد
قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك والله بغفل عما يعملون أنه الحق من إيه؟ من ربهم المحتار ترى لا يصح عليك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ليس البر تعرفين فين بقى ليس البر وليس البر جيب لي الايتين يا مصطفى ليس البر ان تولوا وجوهكم لوحده هاتها لي من الاول الايه لو سمحت ظهورها ولكن البر ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا طيب هات يا مصطفى كل الآيات اللي في سورة البقرة اللي فيها يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحيض في ثاني انت قول لي هو مين الفينا اللي بيمتحها من حيث افاد الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم بارك الله فيك يا شيخ مصطفى جزاك الله خيرا كثيرا خلصت كده بارك الله فيك ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويجعلك من الحفاظ وينفع بيك ويجعلك في اعلى عليين مع السفره والكرام الكاتبين ان شاء الله نيكست ان ذا لاين كل واحدة منهم ست حركات ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرتهم أم لا أنذرت تاخون بس فتحة أنذرتهم أنظرتهم أم لم تنظر ولا يريد من عصر ولتكبر العزة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تتقون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نسائكم طيب دليل الأول إيه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولكن الله ذو لا ذو ولا ذو ولكن الله الزر لام ولا ذو لام لكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بارك الله فيك يا شيخ ريان وربنا يتقبل منك ويجعلك في ميزان حسناتك ويجعلك من الحفاظ وينفع فيك بإذن الله بارك الله فيك ما شاء الله يا شيخ ريان very good ما شاء الله ها ماري gonna finish they have finished the exam with you they have not finished the exam with me yet I have not tested them yet go ahead يلا your turn I'm fine that was my word no that was your turn يلا no I'm fine يلا لا لا يلا جوه لا خلاص we're fine الحمد لله no I'm fine because my test will be so hard for them I think yes مش كده طب يعني you can get started يعني I'm good